مرة أخرى إليك سيد ديمتري من موسكو، بخصوص أيضا ما ذكرته أيضا خطاب الرئيس بوتين يوم غد أيضا واجتماع في البرلمان والتصويت على ضم المناطق الأربع في أوكرانيا، في خيرسون، زاباروجيا، لوغانسك، دونيسك. ما المتوقع غدا؟ أعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا سيكون له خطاب تاريخي إذا الملف الأوكراني، سوف يتحدث عن إنجازات القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، لماذا التعبئة الجزئية هامة للقوات الروسية المتواجدة على الأراضي الأوكرانية. نعرف بأن الآن هناك تعبئة جزئية تحدث على الأراضي الروسية، وهناك يعني محاولة من الكرملين لزيادة عدد أفراد القوات الروسية المتواجدة على الأراضي الأوكرانية، كون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى بأن الطرف الأوكراني يهدد هذه المناطق، يستهدف هذه المناطق ويستهدف المدنيين في هذه المناطق. يعني نعرف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى بأن الطرف الأوكراني منذ 8 سنوات كان يهدد المدنيين على في هذه المناطق القومية الروسية، كان يمنعهم من الحديث باللغة الروسية. ولذلك يعني هذا الخطاب الذي سوف نراه غدا أعتقد بأن سوف يكون خطابا تاريخيا للشعب الروسي إذا الأوكراني ضم هذه الأراضي أيضا. يعني أعتقد بأن بوتين لا يستطيع التراجع عن ما بدأ في أوكرانيا، لذلك الآن يعني هو يحاول أن يتقدم في الملف، أن ينجز المهام الرئيسية التي خطط لها، وهي يعني أن يتم الدفاع عن مقاطعة دونباس وتأمين هذه شرق أوكرانيا من أي هجوم محتمل، وأيضا أن تكون هذه المناطق ضمن الاتحاد الروسي لكي تستطيع روسيا الدفاع عن هذه المناطق وتأمين الخدمات في هذه المناطق.